صلاح صلاح جود مورنينج صباح الخير. تعال 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 شو قابط يديك من واله انت ليش توك ما بتريج؟ لا لا ترجع تعال بعد ببين يلا يلا محسن اقصر الدله. ايه اكرم من صاحي شباب صحيح عشان افتح معاك دينا مو اليوم انت وايد نومي ما قايل لك صحيح مش عارف تقول لي اصحى صراحة. انت ما وعيت الصبح محسن؟ انت ليش ما وعيت محسن صراحه؟ مشكلة ايه يعني محسن قال لك اسد قال لك اسكت لا تتكلم. شوف الواد ده اناني هو بيحب يفطر لوحده. فطرت ايه ده؟ ايه ده؟ فطير ده ولا فطير؟ بيت كبير بيت بيت كبير كل يوم يفطر بيت دلوقتي كل يوم صلاح بيت؟ بتاع الفندق حق يسمونه طر طر علينا 24 ساعة اخ عليك بوم 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 كل شوي منو اللي يسلم؟ حياك رجال يسلم عليك كده؟ ايه دي يوم الحين شفت ان رجال ليش ما سألت شو اسمك؟ شفت فين يالك صلاح؟ يا سلام خيخ انت خيخ خيخ احسن اه شيخ اي بويد فين يالنا نحن انا ومحسن على فين يال فين يال ايو اولو اولو عم حسن فنجال. شكرا خايف ايش يا بابا شو حبيبي تبقى شورتات ايه احين حبيبي ان شاء الله نسيت لا انا ما انسى لا حبيبي نحن قياسك ما نلقى الا في ما نلقى ما نلقى الا في ام بي كي بنصير ام بي كي ايه؟ وبناخذ لك ام بي كي هو طوكيو سنتر طوكيو سنتر ام بي كي ام بي كي في وين شو ام بي كي ما ادري غريبه ما ادري ولا ام بي كي شو تعمل كده في لندن ام بي كي كفك على كده بجد مش كده يعني يلا بعد مره صلاح 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 كفك على كده هاي يلا انت محسن سوي له يلا كفك على كده وقعته صلاح صلاح يلا سوي اخر مره اخر مره خلي بالك لا بيعمل بيعمل جامد لا صلاح لا حرام 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 صلاح تروح النار صلاح تبقى محسن ولا علي؟ وايدهم منو؟ على دبه علي ناخر خرر خرر لا هذا فيك رن التليفون توه صفر صفر ما ادري كم المهم والله معاك اتصالات قلت له امري شو مستوي؟ قالت لي لا انت رقمك برستيج وما ادري كيف فانا حين ننصح انك انت تشترك معانا في خدمه ما ادري كيف المهم ترويج قلت لها حينه انت متصله الحساب علي ولا عليك؟ قالت لا الحساب علينا نحن متصلين قلت لها وين كنت انا خارج الدوله؟ على من؟ قالت على على المستلم اللي هو انت قلت وانا شو ذنبي عشان انت تروجين الاتصالات ولا غير اتصالات ادفع انا الفاتوره؟ قالت لا لانه هذا يعني قهرتني قهر نص ييزي في برجاء في برجاء برجاء انتم ويا اتصالات ويتخبرون الجماعه اللي يشتغلون وقت الناس موسم اسفار ما يتصلون حق يبيعون تليفون ولا يبيعون خط ولا يروجون حق اي خدمه انهم يسوون مكالمات تخسر المشتركين وفتنت عليها فتنه ما تدور لها غيرها قلت يا عاد ان اتصلتي لا اوصل بضبي واقدم عليك شكوى انا بوش حين طبعا انا هوس على تريج الناس ابي حين مقتصده وما ما تصرف وايد وانت عسب تبيعين خط تحصلين عليه نقطه ولا نقطتين تخسرين العميل ب 100 و200 درهم خلاص عرفتي انه مسافر مفروض انه الاتصالات مفروض هذا وايد ضروري
اتصالات اذا تعرف ان العميل برا ترى ينعرف، ترى اول ما يسافر يجينا مسج في الطياره اشتركوا في ما ادري وين وحطوا ما ادري وين وسووا ما ادري شو ونظام التجوال ونظام ما ادري شو، هذا كله تعرفونه. ما رمتوا تفهمون الموظفين ان المسافر ما يدق تقول له تليفونات يحشرون يقولوا له سو اشتراك وما اشتراك. شو تبى صلاح؟ انا بصب لك، انا بجهلك حبيبي، جيب فنيالك ياي افني يا صلاح افنيالك انت فنيالهم. خبركم السالفه، شو اسمه محسن؟ بلاتينيوم اللي البارح نحن هنا تحت البنايتين هاي اللي تشوفونها عدالنا. زين نبي نسير الفندق ونبي نسير نتمشى متعشين تحيدون. شغلنا ابوي جوجل، هب جوجل برنامج ثاني جوجل ما طاع يودي، ما ادري شو بلا يوم حدثوه، ما ادري شو اكتب الفندق يودي ما يظهر لي ما ادري شو اشياء خيارات وايده واتخاذه فيها. المراد كتبنا عندي برنامج ثاني نسيت والله شو اسمه، عطني اياه الخبير بعد رقم ويزا. واحد ويزا ويزا اسمه ويزا صدق هذا اسمه ايوه ويزا شايفه ويزا اسمه شو؟ ويزا خلاص انا شايفه ما نكوش ما تسوونيش كده زين المرأة شغلنا ويزا لكن حطينا سير السيارة يعني ما حطينا سير اوادم لان ما ظهر خيار مال اوادم، حاولت اظهر يمكن شيء لازم دق فص ويظهر لك ما عرفنا له. المراد دقينا ونحن ابوي تحت البنايه هاي شو اسم السوق هو كان بعد ثاني نيون نيون انزين ويلف ابنا ساعه 3 كيلو وكسور 3 كيلو شيء ونمشيهن نمشيهن لين وصلنا مره هني قرب البنايه هاي بنشرنا وقفنا تك تك ابن الفندق يعني غير شوف 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 المبنى هذا شوف شوف محسن عمل شوف زوم؟ لا عملت زوم شوف هناك محسن شيء جميل هذا فوق مطعم ما تعرف شو مطعم دلي أقولكم وايدين يطرون الفندق اللي جيناه اللي كانوا فيه اللي يسكون فيه قوم محمد الحاي اللي يسكون فيه قوم محمد الحاي ويطرون المطعم اللي عندهم المطعم الهندي يا غير وايدين قالوا لي والله انت جاي مطعم البحر كلام عبد الله بن سيف المطروشي قال لي خالد سل المطعم اللي في الفندق الفلاني في الدور الفلاني وطرش لي اسم وصوره قلت يا ابوك هذا الفندق يا المطروشي ما شي شراته في الدنيا العوده لا استوى شراته ولا بيستوي شراته جايينها العام وعام الاول اللي عقبه واللي قبله يا غير من اغلى المطاعم وايد غالي وايد غالي المطعم ولازم يوم بتدخل بعد لازم تلبس بنطلون ولا وان شافوك لابس شورت يلبسونك بنطلون خاري من عند الاستقبال لازم برستيجهم ممنوع تدخل بلي بنطلون يعطونك شي شرات الخروال شرات شفت مال قواء شرات شي الى في ام بكل مهم تبين شنك لابس جوتي هذا بنطلون وتدخل وتطلب اللي تبغى عاد هاك اكلهم لا يعلى عليه في الكون يعني طبابيخهم مدرسيه وحيدرابادية من كل مكان وفن غالي لكنه وايد زين يقولوا لي انتظاري على هذاك شي بيوز لك هذا والله بين بين وبينات اللي كسروا عزومي لكن ما يمنع اني اسير يربه وطالع ورد عليكم الخبر اللي هو المطعم الهندي هذا اليوم برغم اني انا من اسافر اي بلد احب اكل اكلهم لكن انا اكل تايلاند يعني متمرس فيه وكلت من عشرات السنين يعني عشرات السنين وانا اعشق الاكل التايلندي شوف والله عليكم بنايه هايج ما ادري هالدور العشرين ولا ما ادري 25 طلع السطح البنايه كل يميع الشير يميع الدنيا غبه غبه خادي ما زين البيت تخيلكم اللي عنده بيت جديد ولا ترى ما ياكل موايد ما ياكل موايد ابدا والزراعه ترى ما فيها وزن شوف كل هالبقع كل نزارع ابوي فوق بيته هذا حتى على دار البنايه كامله شوفوا بالله عليكم دور ما دارها موزره عشان حد يروم وزر بنايه ها رامه وهاي ما يغلبهم شيء ها عيال يا حجه شو تقول انت حريم 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 خلي يخبوه شو بلاها انا ما انت سوي خلاص ما خلاص خديه تقول لك السكر مرتفع عندك ولا تاكل كيك لا حريم 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 مال مساج لا ها سوى لفورك؟ عجوز هي دبه دبه شو دبه؟ شو السالفة؟ خديجة تقول لك لا تخلي حريم يسوي لك مساج
ظفورك ظفورك البارحه تقول خل الرجال يسوي ظفورك لا تخليه حرمه. هذا بالليل. هذا زعلان عليك خديه. خل الرجال يسوي ظفورك لا تخليه حرمه. فهمت؟ فهمت؟ فهم. ايه. هالبوسه بقى. لا ثاني شو كلام ثاني شو كلام قول كيك بتشا قول كيك ما ياكل دي. لا تاكل لا كيك. لا قالت لك كل يعني شو بتشا ولا عزك وكذا هي ولد مالا ها بت... يا يا سب علي ريا سلم علي انا سلم عليك انت مطرشين لك سلام ويا خديه ايه ان الرجال يسلم عليك إيه؟ زين الله يسلمه وهالحشره كلها ثاني شو كلام كيك هو عشان الكيك انت الكيك الكيك الكيك, الكيك ما يبو طاري لا مره ولا كلمه ما قالت لك لا تاكل كيك ما قالت لك لا تاكل كيك ما قالت لك السكر مرتفع لا وهالرمسه كلها وين جبتها توك الحين انت نحن نسمعك انت داخل وياها وترمس رمس ما شيء كثرها انا هني واسمعك انا ما بصلي الله اكبر عليك مكسوره وتبرد انا لله وانا اليه راجعون لا لا انا لله انا لله وانا اليه راجعون يلا مع بعض بس راجعون لا صلاح صلاح انا لله وانا اليه راجعون لا طالعني انا اكلمك حينه انا لله انا لله وانا اليه ايه راجعون يدعون مع بعض جعون هذه طالت عماركم من قصيد محمد بن شاسب المهيري يا زتلي قلت بسمعكم اياها جا من جدل بدوعي شرتا مبرد هواه فنيالهم مسبوعي لو في داري غضاه بنن يفك الصوعي ويذكر بصحباه شيل الهند اللموعي شيل الهند اللموعي على فقره محلاه من ريم ماخذ نوعي عين وخد وصفاه ويشبه ضبي الفروعي لي رابي في فلاه ويشبه ضبي الفروعي لي رابي في فلاه ويشبه قبن صنوعي ماخذ منها قطاه ساجد فرض وركوعي واسهابي في الصلاة يا جاريين الطوعي عوقي منتو شفاه تابع هو كل نوعي لي من تخرسع هواه أنقى خيار فروعي ولا الضعيف أعداه وإن ما غلي مطموعي مخسر في مشتراه سايرت أبغي الركوعي وخذت السجود وياه وحذرك من اللعلوعي لي ما تعرف أقصاه شروات ظل الشوعي ما تدري في ذراه من القصيد الأولي اللي لا استوى شراته ولا ظني بيستوي شراته والعلم عند الله. صبر صبر وين الخوخ؟ صلاح كله بعده؟ لا وين؟ أكو أنت؟ كل كلت ولا ما كلت؟ بس لا ها كلت وحده ولا هنتين اثنين محسن كل وحده ولا هنتين لا اثنين كل وحده ولا هنتين تو كذاب الودا طب وانا لا كذاب انا كذاب كلت وحده ولا هنتين خبر اثنين خبر شو مشكله خبر اثنين بس خلاص الحين كلت وحده ولا هنتين ما بزعل ما بزعل لا ما تكتب ذكلت وحده ولا هنتين ما بزعل ما بزعل زين كلت وحده ولا هنتين قول اثنين كم اسكت كم كم وحده كلت ثلاث لا لا كذا ولا اثنين كلت اثنين لا وحده اثنين يا له مش كذابين بعك يلا كل واحد بياخذ له قطعه يلا انت خيبة طلعت بالكبار Thank you. بس انت خد جسمك صح بس خلاص عاد هاي الخوخة الامسية اللي قلنا لكم عنها من سيان باراغون ما ريج كلت وحدة امسات في الليل عادة يوم ضويت يوعان كلت وحدة خوخة قلت لكم بالشعر الاصفر هبوي مرة بحياتي اشوفه
شفت في سبنس عن ابو ظبي إيه؟ اظني بالغلط جايبينها قهوه صلاح شير. اعطيك انت هاي الفنخ ولا اعطيها محسن؟ انا طب محسن طب قول له محسن اعطى محسن حبيب لا كلها انت كلها انت مره واحده عيش التحرى التحدي بيني وبينه تحرر البيت ريوني والله ولا تريوني اي والله قرب الله تعيد امك يا صلاح ما شاء الله عليها اليوم اورنج اورنج بأورنج يا سلام يا سلام سلام على البطين والله اللي خفيت ونصبعت ما علي منكر من 95 وصلت 95 من 95 الحين 87 كم مني 3 من 8 كيلو زينات ان شاء الله اني ما اخرب في ان شاء الله ما يزيدن يعني ما يزيدن في تايلاند ان شاء الله انه ما يزيدن اي والله عسلهم ما يزيدن اي والله قال لي مال هذا مال هالبرجيم الدكتور يعني قال لي اذا انه زاد كيلو ما شيء مشكله لكنك لا تزيد عن كيلو افتح حماني صدق والله زين ما هي كذب زين صبر هاي الحرمه مني امي وهاي اللي عدالها اختي واللي مناك ام العباه زين وهذا الرجال فنان ها هذا ابوك ابوك قول والله ما شاء الله على ابوك صبري اشوف قولي تشيز والضروث وين الحين انت من متى تريت؟ قولي الصدق. أمس بعد كنت تريت بس شفنا صلاح. وين شفت صلاح؟ في الليل يكون حد تريت. زين ما قلت لك دقي لي تليفون؟ قلت لك يعني لو دقي لي تليفون ما دقيتي لي؟ أنا ما قلت تريت في اللوبي حبيبتي. زين؟ أوكي. زين، أنت شو اسمك الحين؟ فاطمة. لا، اسمك الكامل. فاطمة محمد موسى البكر. ما شاء الله من الفجير انتو؟ هي. اي صف انتي؟ لا صف اول بشر والله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك وصلاح حاشر الدنيا صلاح حاشر الدنيا صلاح حاشر الدنيا زين اقول لك هذاك رجال ابنه هذاك طاعي هذا رجال هذا ابنه هذا ها؟ يدك يدك روحه شباب هذا يدك قرب الله تيدك فنان ما شاء الله على يدك وصلاح شوفيه وسار بيموت على القهوه بيموت على القهوه صلاح زين اللي احسن الدمياته كمر خليه بيبي هي تابعة كل يوم وتخلي ابوي ينام هي. تابعة كل يوم وابوي يتاخر على الدوام قولي والسبة سناب الخالدي هذا سوى لنا مشاكل نحن الخالدي اوكي حبيبي وانت من تشوف الحريم جلست بينهن اخ عليك يا صلاح ليش يعني تجلس عند الحريم شو السبب هذا يمينك هي تبى تكلمك هذا هاي صغيرونه الله اكبر انت ملاق صلاح الملاق اللي في الدنيا كلها فيك انت هاي يوم قلب مكسوره وتبرد الله اكبر نيو ويل تشير شو رايك صلاح؟ لا ما صلاح ما بالحين بعدين الحين خلي بنسين نمشي يوم بتتعب تلبس تستعمله يلا مناك روح ظهرنا من فندقنا ينا في الممر هذا اللي بين فندقنا والمول هذا اللي ملاص جنة اللي ممر تي شرات رابط بين البنايتين دخلنا المول هذا ما اعرف ايش يسمونه يمكن هي مكتوب اي لا
مكتوب والله اسمه. ايوه ونصير الدور الرابع. من الدور الرابع ندخل على من الدور الرابع ندخل يقول بي ممر يوديك سيد نحن ما تدينا يخطف بك على المولات كلهن من لمن الطرف الثاني. شو اسمه محسن قالوا يا الله ظهرنا عند الحرم هاي يوم قلنا لها قال سكاي ووك سيروا فلور نمبر 2 ما فلور نمبر 4 في الدور الثاني. من الدور الثاني تظهر ها هذه وديك سكاي ووك ابدا تمشي لين هذا من هذا المولعود اللي امسيناه اللي اخذنا منها تليفون ابي التليفون الكرت ما تليفون اللي خبرتكم عنه كله تحت الكيكينات واسوار هذا ابوي يظهرنا حينه مره لين هذا صلاح ساره عاد هناك اللي ضاري اصورهن هذا الطريق هذا ها اللي من سنترال وورد قدامه شفت الممر هذاك اللي ضايرين احنا نمشي فيه هذا نمشي سيده يخطف ابنا على المولات اللي على اليمين واليسار الطرف هذا جانبي اول مره هنيه جزاه الله خير اللي خبرني قال لي خالد هذا شيء بعد يدخلك على لك 600 مول هذا ظني ننزل بعدنا ننزل دور يودينا هذا يخطف كم مرة جدا المولات كلهن وانت تمشى وانت سايق دلي 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 ها صلاح 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 مبسوط؟ نعم ما مبسوط؟ ايه تبغى ترد البيت ترقد؟ نمكن نمينا افتراني يمكن بعد بالليل بالليل والله انها حياه حياه واناس والله يسير وليي انها روحتها شرح الخاطر بلي سيايير بلي سيايير وايد اخير الحين بربيكم من حويك لنا شفتها بين القطار الحين يمشي هاك سكاي ووك اللي نحن نمشي تحته هذا طريق طروق سيد نحن قابلين عاد مسوين طروق قاعده كل يوم لا طرنق ساير وطرنق جاي طرنق ساير طرنق جاي ودمبك ساير ودمبك جاي على هذا يخطفك على المولات كلهن لين ام بي كي ترى ابوي ام بي كي المختصر مال كلمه طوكيو جوي طوكيو جوي طوكيو سنتر طوكيو جوي يا ربي تدري شو طوكيو جوي هذا كان اول ديسكو في لندن اسمه طوكيو جوي ايه ايام الجاهليه ما يندرى فيها بعلساني اي والله وحين نقبل الحين هذا الطريق ها خطفك على السناتر كلهن اللي هناك خطفنا عليهن نحن كم من سنه خري مري الحين نقبل هذا الطريق هذا انا ما تديته مخبرني عنه قال الله يبارك فيه خليفه بن دراي خليفه بن دراي قال لي خالد مدام وياكم صلاح تودونه تحت وبس كم من طريق هالي كل يوم عبدون عباده سيروا المكان الفلاني من تظهرون البنايه الفلانيه تلقطون ابوي طريق سكاي ووك واتبعوا زين حق صلاح هذا بارك الله فيكم اليوم عندهم مهرجان الاكل التايلندي مهرجان الاكل التايلندي شوفوا مره حد سنترال وورد هذا كله مهرجان عندهم مهرجان الأطعمة التايلندية أتوقع عليه تشوفونهن كلهم مولات المول بالمول كل مول في مدخل بينه وبين السكاي وورد ها ويربط بينهم هذا وإن شاء الله الحين بننزل وين ينزلون العرب اللي هناك بخطفكم وين الأطعمة التايلندية التقليدية هذا مهرجان ها يلي تقولونه وأنها الاكل غير مصرح فيه وغير هذا اللي يبيعون في الشارع وهاكم الدولة كبرها مسوت لهم حل الخيام والدنيا وعلم وخبر وكل ابوي بتصريح ما حد ابوي يبيع ويشتري وياكلون كيف ان الناس بتعيش عيل لازم فنادق ومطاعم فايف ستار ها كل ابوي عباره فايف ستار لكن في الشارع الناس بخير وسهاله هالملاهيط اللي ما شافوا خير لازم فايف ستار ولازم في ما ادري شو أنا أبوكم هذا وين تم ماشينا الحين من أول الشارع ها تمشي ليل الحين ها توصل الزاوية هذه غصب عنك تلف عادة وتقبض طريق هذا ها سيد بعدي ودي كل بعدي خطفك على مولات
وهذاك اللي قلت لكم من الحين الأول ساير ياي ساير ياي قاضينا واللي العرب كلها سيلة. وحين هذا خبرتكم عن المهرجان هذا أبوي نداء نداء للي في تايلند نداء نداء عام للي في تايلند. أبوي مهرجان تحت سكاي هذا سنترال سنترال وولد هذا سنترال سنتر سنترال وولد اسمه أبوي تحت مهرجان له أول يغير ما له آخر آخر الدنيا هاي كلها أبوي مهرجان الأطعمة والفواكه والدنيا لا تقولوا ما حد قال لكم طماشه ما بلازم تاكل تعال تطمش مش ضروري تشتري تفرق بس مثل ما قالوا المصريين شاف ابوي برد بنركب وين دخلنا بنقبض الطريق هذا وبي خطفتنا الدنيا هاي كلها وانتني اللي تقولين ابوي ما ترومن على الدراية ها كله كهرب كله كهرب هاي يقول لكم عيالكم ما بنيبكم وبناتكم يقول ما بنيبكم يبن الرغد روحن يا جلبن هذا ابوي ها دراي كهرباء يوديك ابوي لين شبد السماء يوديك لين شبد السماء ما بهذه السالفه جلست ابوي يرمس وياكم هناك فوق ونزلت ابوي ولا شفت ابوي لا صباح ولا محسن ولا اسد هم كملوا طريقهم سيد هناك نزلت تحت ما شفتهم شوف انكم اسد ادوي وهذاك يدوي عنه يا ربي إن هذا الموضوع برد على مثل ثري برد عقب بنزل مرة ثانية لا حول لا قوة شو بسوي شوفوا تلاق خرسان غديت انت وليه صرتوا آخر أنا خبر بابا من لسه هنا أنت بتروح هنا بديت تشوف أن هذا ما بصاحي أنا فرات والله آخر روح أنت ما قلت لك بروح حق مهرجان هذا؟ أنا كلمت بابا لازم أريد روح تهد هذا هناك ما قبوك ولا أنت روح تبقى شو اللي وداك هناك؟ قلت أنا مشي بقول على أقف يا سلام ترى تسمعني قلناك بروح حق المعرض ما قلتش قليت ولا وانت ابدا ما عندك كلمه ما عندك راي ما عندك راي يعني ليش ما تقول لهم شيء ولا شيات بلاك ما تفتن عليهم بس يلا صلاح مسوي زحمه في الطريق مسوي زحمه وايد هذا بارك الله فيكم بدايه مهرجان الفواكه التايلنديه بداية المدخل بداية ها صلاح شو تبى تراوش انت تبى كرسي انت شو مشكلك انت يلا يلا انا ادخل في ابوي خانة ها هل يقولون عصاير صبغ ما صبغ ما كل خرطي ها كل ابوي في معارض دولية تخيل ان هذا في صبغ يعني خرطي ها وين اللي في التسمم ها ودك الا تصور عدالة من زينة ودك الا تصور عدالة كل شيء زين وكل فنان وبلادهم فنان واكلهم فنان ها من امريكان وايطاليان من جميع جنسيات الكرة الارضية يجون ابوي مهرجان تايلند للاطعمة هذا ابوي هاي الساعة يقطعون لك اياه واللي تبى كان خضرة ولا فطر ولا هذا كله يخدمونه الحين هاي الساعة يخدمونها ويحط وسر تتنقل اللي تباه هاي تكون عوائل مال دعم الأسر المواطنة بيكون اسمهم شرات عندنا يعني هذاك نودلز بنواعه كل شيء وهذا بيض بربيان شو بقولكم أمور 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 ما يعلم كم هل الله سبحانه وتعالى شو بقولكم ها هاي اللي تقولونه وانه رمان صبغ ابو صبغ ها وين يا صبغ كرمها الله عن الصبغ لا في صبغ ولا الله قاله لا يبون يتسدون على سلع اللوادم ها باشرات اللي بحنا حنكلناه رقم واحد مر ولا ضر ولا ضرنا وعشنا عيشة طيبة وما شي شراتة في هاي الأكل الطيب سمشان مشوى ومقلة واللي تباه ها مما تشتهي النفس هذا مهرجان يكرهون العرب يكرهون العرب في كل البلاد إلا هذا فيه شحم خنزير وهذا فيه ذوابة ما أدري شو تبون العرب
لو آدم أبوي ما حد بيربيها حين أنتوا تربون العرب، الناس أبوي فيهم حاسية بيعرفون. كل من توه برق وسار شرق ولا غرب ركب طيارة رد لنا بإفتاء، والله البلاد الفلانية أكلهم فيه ما أدري شو، والبلاد الفعلانية أكلهم ما أدري شو، بلا شي خصك أنت شمع النبع. والناس تعرف الناس ما بتاكل شيء مني والطريق بيقرون، عندهم ثقافات، الناس ما بمخدي، الناس مخدي الحين، الناس كلها أبوي تعرف اللهم لك الحمد، ما بجنقل جنقلية الوادم، ما بجنقلية، الناس كلها تعرف إنه يعني هذا الأكل زين ولا شين، في شحم خنزير، في صبغ ما في صبغ، الناس كلها تعرف. حد راب هذا شنو؟ وهذا غاز حط السكر اللي حين بيع. ها وينيد تبغى صلاح 1 2 3 3 but now we need from this one no fresh one please ها small ها صلاح شو رايك حيبه 5 minutes 10 minutes no problem okay ها؟ ولا مش أنا تقعد عشرة يحكي حلو، أنا حاجة حلو. ها صلاح بتيلس؟ ها يلا صلاح يلا صلاح. الله على ده. خلي ييلس وين يبقى؟ ليه في تايلاند أبوي بتيلسون؟ ها؟ ها فور 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 ميك إت ها؟ فور. ايه شوف عرف هذا يدوني وفي مصر يوم اصور لكم اياه احبركم عنه. هذا يطعمون الدبش، يطعمون الدبش بالاخص وقت العشر، وقت عشرهم في اخر شهر من عقب الشهر الثالث يكثرون لهم من هذا الملاس. المصريين يسمونه ملاس، نحن في الخليج أو بالإمارات يعني نحن نطعم الدبش صح ومريس، لكن المفروض اللي المريس والدبس ينطع من الدبش متى؟ في آخر شهر، شهر الثالث والرابع يتكثر لهم المريس، يخوز عنهن كل عوق ويغذيهن ويخلي الدبش حالهن زين، والعيال بالأخص الدبش اللي تاومن، الدبش اللي تاومن يجيهن نقص سكر، نقص السكر يجيهن، والجنين اللي داخل بطونهن يتغذى على السكر اللي في نوبهن، فيخلى يخلى ينب دابشة من السكر تتغذى عليه الجنين، فتعاب ما تعابها خير وسهالة إلا جلبت راسها. شو السبب؟ السكر اللي فيها تغذى عليه الجنين، فلذلك تلقطها تمشي بخير وسهالة، تصبح تمسي تحدى ما تعابها لجلبت راسها، ماتت شمنة ما ماتت ما شيء، قالوا على الحريم ملدوغة عين يتعين يا حد شيء لدغها عين ما صلت عن النبي، لا يا أبوي لا فيها عين ولا سحر ولا مس ولا جن. هذا أبوي نقص السكر هو اللي يأثر في الدبش، نقص السكر هو اللي يأثر في الدبش. صلاح أسد أول بعد أنت. شكرا. Thank you. صلاح. أربع غراش 120 يعني 10 دراهم تقريبا، يعني الغرش بربيتين ونص هاي الصغار، شيء صحي فنان. وهاي الساعة قدامك، هذا ترى ما عليه باس، فأنا كان في خاطري أصور يعني، ولا هذا أبرد بعد نحن. ها شوفوا هذا مبرد وزاهد، بارد وزاهد. كلاماري what's the favor, what's the difference between these؟ حلال حلال بعد كلاماري حلال بلش الله. هذا تيستر، هذا نوع وان كريسبي. how much هذا رقم واحد. I think this is more selling. Which more sell? This one or this one? No, not the price. More selling. يا الله. This one? يا الله يخبل.
عيبني هذا الكريسبي، هذا اللي عيبني. شيء حجمين عندهم، حجم هذا الحجم العود، ما بغيت من الحجم الكبير حسب إذا بينفتح ما يخترب تدخل رطوبة، بس خدت من هذا الحجم الصغير. الحجم الصغار يكون أوذى فيهم، بتعطي حد منه، لأنها هذا أهل متن مرادم، يعني ما أعتقد أنه بيكون عملي. هذا الصغار هذا ب200 بات الواحد، وهذا ب100 بات. يوم بتاخذ when you take 5 they you give 1 free or 10 1 free 5 free. يوم بتاخذ 5 من هنهايل عطوك 1 فري. هذا الباجي كله عادي، يعني كله حلو، كله وايد زين قمه، لكن اللي اخيرا عيبني هذا كريسبي. بسكوت، بسكوت نقر. This one, this one, 100 baht. Yes, I need 100. Yeah, you how many? 100. One. 100. 100. 100. 100 piece. 100 packet. Yes. Ya Allah. Now you understand? if you buy 100 packet. Yes. Okay, I will pay you money now. I will pay you money. Leave it. Send it to the hotel, Intercontinental. Or I will come tomorrow. No problem. No problem. I pay half or all. You are a good lady. هذا يا زين بتعطي من حد أخو صاحب صديق، ولأن شيء يملو فنان، والهالي ما يتمايط يعني عادي، لكن هذا مميز. سارة تتشاور البوس مالهم، سارة تتشاور البوس ان نحن جايين ها بياخذون كمية، لان نحن رادين. انا ما في اشل خراوشين وما ادري شو شيء خمام السوق كله، انا يعيبني اشل الشيء المميز الزين، حتى لو رخيص حتى لو عادي، لكن برايي ان الشيء اللي انا استعمله. مرحبا، انا بايد منك هاي خوشن ابو ظبي. ايش حالك؟ الله يحفظك. كيف انت؟ تمام. من ابو ظبي انت؟ ايه من ابو ظبي. يا حامد تيتو؟ شهامه ذا. والله من نعم تيتو؟ من يومين تقريبا. جيت السوق هذا قبل؟ ايه جيته قبل، بس الحين هي متطوره جديد مسويه. ايه ايه شيء جديد، فنان وغاوي. ما شيء شراته. ايه هاي البوس مالهم. مدام سلام عليكم، هاو ار يو؟ سبايدي. مدام اي نيد لايك ذيس 100 بيس. 100 باكيت. 100 باكيت. تومورو. جود برايس. هاو لاي؟ سبيشال برايس. ทั้งหมด خير عنه؟ حد خير عن التايلانديين؟ ما زين، هم ما زين ملتقاهم، فنانين وخيرين، ما حد راته. حب البلاد اللي من غير مويم تلقطة تحراه تسمونه ممزور هذاك. اي والله ما زين لابتسامتهم، سمحين في البيع والمشترى، برغم سماحة البيع والمشترى من عوايد المسلمين، لكن سبحان الله الحين السود الدنيا بالجلبي. You know Emirates? You know Emirates? Hello. Happy from... You like Emirates? Emirates, very good place. Yeah, very and, oh, yes. And the Emirates people, they like Thai people. Oh, thank you. Because thank you are always smiling. Welcome. Yes, always smiling, always smiling. How are you, darling? Mm. Good. Barf Allah. Yeah. Number one. Okay? All right. Yeah. Give it to me. 100 piece, 85, the price. 85. For one. For one, 85. For one. And the free? No free. No free? Discount, no free. Ya Rabbi. No free discount. No, give me a special price. Good price. This is still high. Yalla, madam. Madam, give me good price. I will take 100 piece. Less. No. Hey, good price. Please. Friend. Huh? The last price. Wait. The last slide for you. Okay, yalla, go ahead. Okay, thank you. Thank you, madam. Good, yalla. Okay, madam? Okay? هذه نحب نهايتنا. هذا فندقنا.
بروح نبيبونه وين في يشلن الله قمله يا زت الكل يلسه ايه شي شو شو تريد شوف هلا هو شو ورا شو شو يريد تبع هذا ناريل ايوه يلا حين يلا حين يلا يلا عدل ظهرك حبيبي فوق فوق ابوي شو فوق مخلص وقف 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 عنبو وين جبيته وين جبيته وين جبيته رب الله تعدوك نحن كل مزرات ها ها محسن ايه رايك تعرفها اقول لك حاجه صح ناس تعنا من دار الاندير عسب هذا صلاح ما بمصدق انه خلصت حبيبي موقفه ما فيها شيء لا 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 تبي هذا هو بيعطيك قول له قول له طيبكم يلي مصبحين مبخورين وياسين في الفنادق ومن دكاكين لين دكاكين ومن مول لين مول اخير شيء ابوي تعالوا المكان هذا هذا ابوي مهرجان بعد اسبوع كامل لين يوم السبت لين يوم السبت ابوي هذا موجود مهرجان الفواكه مهرجان الاطعمه التايلنديه بلاد من كبر النظافه والاحترام والسوالف وتشوف العرب والاجانب من كل دار وديره من كل مكان جايين والله انه ما شيء شراته هالمكان يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم شو ده صلاح ايوه هذا اصلي هاو ماتش ها يا اختي 60 بعد 60 بعد يوم تصير لا تروح كده زين يلطها من داخل ها شوفوا يا لطح يا لاط شوف طلع عليكم اوكي بس خلص زبده 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 شوف هنا ارباطنا لا انا شوف شوي كيف بسم الله الرحمن الرحيم صلاح نمبر 1 شو هذا هلو هذا حينه هاي الساعه يصبه ويخبزه ويدلقمه ويحطمها هذا الحين هاي العينه هاي وحدها حط فيها ما ادري شو بيض كانه مفروم لحفه حطها من هذا مرة ثانية شو أقولكم كل حد أبوي عنده مهرة يدلقمون ها هنمون حطوا يا العرب وكلمنا هذا كله ترى من أعشاب كلها حياتهم أعشاب وأسماك كلها حياتهم كلها ابوي حياة هذا عاد اخير ما يكون في الدنيا العودة اللي هو البابايا سلط والمانجو سلط البابايا سلط والمانجو سلط احسن مكان تقدر تاكله تاكل منه في الاسواق هاي اللي هنمونه شغل البيوت يعني هاي تلقطهم عائله الاخو ويا حرمته ويا امه ويا هاي حرمه ولدهم يعني هنمونه شيء لا صار يحطون كذا سوس ما ادري يعني كل حد ومهرته كل حد ومهرته وهذا ما عدناتك بعد ما غير ما ادري عاد شو شوف انت يا ربي البارق مقدره والله اللي اعطوني لك كتومان ما رمت اسوي هالشغله ها. شوف الحرفه شوف الحرفه يحسنها تحسين شوف الحرفنه شوف الحرفنه اسمي حريف اسمي حريف
شوف الله عليك. لا يرحى لا همك الله لا هم يحزن. أيوة شوف شوف. والله الله زين فوق عن زين. وين فور مي برغم اني توي شارب وين هي. انا بخلي في خاطري اللهم خليته بندحق يا ابوكم. اللي تعلقون يقولون وانها الاكشاك وهالاكله وانه ما بصحي ما عليه رقابه تحت السنترال وورد معرض دولي كله تشجيع للاكل الشعبي مع الباعة المتجولين. هاي أسر منتجة أي واحد من السكة بيقول والله هذا عدل وهذا مايل والتي وحدة تبى تظهر عمرها طالعت البلاد اللي العالم كلها ترتادها وآزمة تبوي تعذر في سامانها. والله يا أبوك ما ينكل ولو تأكل الكلاب الضالة. لا 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 كلها العرب تأكله والناس أبوي تأكل منه وشبعانه والناس ما عليها باس من كل شيء. الناس تاكل حتى الحديد حتى الحديد ياكلونه. طعمه زين ليس له شكله. انبوني والله اني توني شارب وحده. انا بروم اودر هذه والله ما ودرت. والله العظيم يا ابوك من هالشكر ريج شكر شكر ريج. هاي من شبطه وحده غرفه النمونه عفان الله. ان عافية ريج وشكر ريج ورقم واحد وعلى عليها انا من اللي يقولون وانها ما ادري شو بيطاها الهاكل بيموتون بيهم تسمم شد. سمول بيس اولي توني صارت يا ابو بنزحك. بس عاد عيسني. أيوة لك حرة نغر. حرام ين الزبدة. ويقوم صلاح كم ويقوم صلاح. أجل حليب وكرك شو سويته؟ كسر هذا؟ لا هو من الأول من الأول مكسور. أخ عليك صح من كثر ما أنت ثقيل يا ربي منك كسرت كرسي بس أخوك شرطة. خلي يجون الشرطة حين يجون الشرطة وأدري خلي يجون الشرطة. إيه من الأول من الأول مكسور والله حين يجونك الشرطة. أخ كسره طن وزنك طن. أخ عليك صلاح ملتي مالهم شايلة على هالطريقة. هنا هنا يا الله يحفظك في مهرجان التغذية. مهرجان التغذية ها فواكه والأطعمة التايلندية هذا عاد نوع من أنواع شاي شاي حليب يعني عبارة شاي حليب بهاي الطريقة. Thank you. Thank you. شاي حليب كان شيء هالطريقة. Thank you. هذا الحين الله يحفظكم اللي هو سوق تايلاند تقليدي. وين موقعه؟ تحت سنتر وورد. هذا عد باقي من اليوم اسبوع كامل مهرجان الفواكه والاطعمه التايلنديه.
في منتهى الروعة، موقع وعالم وساير وياي وحركة، يعني في منتهى الروعة، شيء جميل، شيء جميل يعني ما يتسوى لما يخلي الحول 14 يوم، وهذا من أسبوع وبيخلص بعد أسبوع، شيء جميل في منتهى الروعة، أطعمتهم أكلهم الطريقة التقليدية القديمة، شيء في منتهى الروعة، جميل جميل زيادة على اللزوم. صلاح صلاح براو بلا زعلان والله ما شيء الله خلنا نتمشى يا سمعين ويا سلم علي ايه. عليك وعليه السلام عليك نافع الفواكه والدنيا كلها. هذا ابوي كل موجود عندهم في هالمعرض، معرض الاطعمه والاغذيه التايلنديه. شوفوا شوف الله عليك، هذا والله عليك وين يهون عليك تاكله انت؟ هاي ابوك ما يهون عليك تاكل، ودك الا تصور عداله. منظر جميل، لو ما اداني الغاره بدانيهن، لو ما اداني القبقوب بداني. شوف الله عليكم، شيء انواع وهذا شرات قبقوبنا، ها قبقوب مكن لحم ريج، لحم ريج ربيان بانواعه، قبقوب مغاره، شو بقولكم احجام واشكال. حتى اللي ما يداني القبقوب بيداني، حتى اللي ما يداني القبقوب بيداني، شيء غريب عجيب لا صار ولا استوى. يا الله يا رب تحفظها من دار مساكي، والله دارهم الا زينه يخدمون هاي الساعه قدامك قدام عينات كنت تطالع، ها يخدمنا وانت جالس تصرف. شوف الله عليك، عجب عجب اكلاتهم التقليديه، ها كل زين وكل فنان فيري جود. شيء جميل والله، ريحة الزنجبيل تضرب في خمرة الرأس. كل زين ترى، كل حتى قريصاتهم، حتى خبزهم اللي يخدمونه، حتى اللي تشوفوه كله الحب والمودة والعشق. ها شيء حشون بطنه، كشمش، زبيب، فلفل بارد، فلفل حار، يعني مما تشتهي الناس، اللي تباه حطوا لك داخل هالقلب وكلت انت وخطيبك كله وحمك كله وامك عمك خالك حبيبك اللي تباه. ها شوف الله عليكم، حد يودر هالدنيا؟ حد يودر هالدنيا بالله عليكم؟ اللهم ادنها نحن فطر الزوال يا رب العالمين. هذا نوع من انواع الناريل، لكن اتوقع ان هذا شكل غير، في تحت سر هذا غير عن الناري المتعارف عليه. اكيد ان هذا بيكون شيء تحته. الخبز الوحده ارفع عن قشر البصل. شوف الله عليكم، شوف هذه الحين، ها شوف هذه الثدي توه بخاد منها هاي لا قبل دقائق. على الصخام، على الدنيا، على العلم، الخبز. ايوه هرب الله في مضواه، هذا هو. تتشسف قبل شوي يوم وصلت الى هالمرحله مسحت الفيديو حريت تختربت طلعت لا متحها متحها وهي تمتح وهي تتمتح وهي تتمتح. حار هوا ما بارد، حار هوا ما بارد، فوق الشبري يتجلى توياي من لندن. حار هوا ما بارد، حار هوا ما بارد، فوق الشبري يتجلى توياي من لندن. يقول في الأول في زعبيل واحد يزق السبال، إيه يقولون في السنة الأولية في زعبيل واحد على حمارة يبيع زق السبال اللي هو الفول السوداني، يحوط بين البيوت عادة ويمشي ويبيع مزاعج وربه لي خال جنة. حار توه ما بارد، فوق الشبرية يتجلب وتوه ياي من لندن. يقولونه هذا ما لحقت عليه، خبرني عادها وعي زعبيل الله يرحمهم يرحمنا برحمته.
حتى اقول لكم عنده هذا شيء بعد من غير يتقرب السويدة وسمسم فيه وشرات الحلوة غاوي والله بعد هو اللي خدمه علقت فوق يعلق عين يا عين 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 ما صلت على النبي ها صلاح مضبوط يا محسن يا دي التحفة يا دي التحفة حاجة وحشة أبدا نعمة ربنا والله وايد فنانة سويدة وسمسم وطحين بر كله كلهم فنان وايد فنان واللي بيتخبرك عن تايلاند فواكهها وخيراتها يقول له ابوي لازم تسير تايلاند روحك لازم تسير تايلاند روحك وتتطمش وتتفرج وتشوف صنعة الله خلقته كيف خلقت الله وأبدع الله سبحانه وتعالى في خلقة الفواكه في هالبلاد ولوهم ما يستاهلون رب العالمين ما أعطاهم رب العالمين يعطي الوادم اللي تستاهل رب العالمين منعم عليهم هذا كله له مغزى وله معنى وله وله ولحكمة الله سبحانه وتعالى في جعل هالبلد فيها أشياء جميلة ولذيذة وفنانة أشياء روحها ودك إلا تصور عدالها والله يا أبوك ما ودك تحرك ساكن ما ودك تصك عدنات الدول حياتي اللي يخترب إيه والله عجبة 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 والله يا أبوك كل شيء غريب عجيب عندهم كل شيء غريب عجيب سبحانك يا رب لا حبيبي توك ما قبلت توك ما كل بسكوت لا واحد توك متريج حبيبي وايد تاكل ما ها مطعم بتروح المطعم ايه ان شاء الله حيدو مساء نحن جايين من الطرف هذا وصلنا الى المنحنى هذا عبرنا الشارع هذا شفت الزحمه قايل تحت شوف الزحمه والله شوف سيايه شوف السيايير نزلنا تحت وتفرجنا بوي على معرض تايلاند للأغذية وحين رادين بنمشي هذا الطريق هذا اللي ما كان ما تديته هذا سكاي وورد سكاي وورد هذا خطف بك على جميع المولات هذا ما تديته العرب كلها أنا ما جيته أنا ما جيته ما تديته الطرقات ويخليك توصل لين المولات هشوف اللي من هناك ما تجيبين كلها هاي مولات يدخلك بوي هالمكان كامل تشتش تحرى سرب غور هاي الاتوبيسات النهرية من ضفاف طرف هذا والطرف هذا ها خري مري هاري ما قلت معلي وسنان معلي وسنان ايش العرب حد سايرة شرق وحد سايرة غرب ها جت بعد ابحيل ها عبر من الخور هذا بالطرف هذا من طرف المدينة هذا طرف المدينة من هناك والله يا بلادهم بلاد عليها رضوان من الله صلاح سلام من بعيد بعيد هاي يسلمون عليك ها ما تشوف الرجال هو عياله شفتم صلاح تعرفهم وين تعرفهم؟ الله العظيم يا صلاح حيدون السوق اللي جيته العام قلت لكم أول مرة هي بالصدفة هذا هو ترى قلت لكم ما تجيته أول مرة هذا هو ما تجيته اللي قلت لكم عجب العجاب هذا صلاح ما يروم يمشي فيه مستحيل ان صلاح يروم يمشي في نص هالعالم شوف العالم ومن هذا الله يحفظكم الملحن ابراهيم جمعه
الملحن والشاعر والأديب والفنان والدكتور ويعني كل صفة فنان فيه على الله يحفظه. الأستاذ إبراهيم جمعة تعرض إلى وعكة صحية أمس ارتفع ضغطه من الساعة 3:30 الليل لين الساعة 6:30 الصبح وهو في مستشفى دبي، والحمد لله أبشركم أنه بخير وسهالة ولا يشكو من باس. الضغط اعطوه نزلوا له ضغطه، قالوا له شرط عاد ترد علينا يوم الأحد ولا الاثنين بالكثير، قالهم إن شاء الله ورخصوا، وحينه في بيته وبخير وسهالة ولا يشكو باس. خطاك الشر يا الملحن الفنان المميز القدير اللي ما حد شراته. قلتي لي شو اسمك؟ سارة. تعرفين ليش انا احب اسم سارة؟ عندي بنتي اسمها سارة. انت شو اسمك؟ محمد. محمد. بعد حياة ولدي اسمه محمد، الله يبارك فيك. انت بخير؟ اي صف؟ بروح سابع. ما شاء الله. وهذا منو؟ محمد. ها؟ احمد. ايه اي صف هو؟ ما شاء الله. وهالريال ابنه شو اسمه ابو؟ ما اسمعك. شو تقول حق الخالدي؟ اقول يا مرحبا يا خالد، يا الخالدي وينك؟ ها ما عاد شفناك ولا سمعناك غير نشوفك بالسنابات. نعم ما تقصد، شهد همتي من كلامي. هي تعرفين يا اخويك القديم بخرخاش، ايه يوم نحن صغار نباع ما ودي اكبرك، لكن يوم كنا صغار نباع ايه وانت غالي عندنا. ايه على الله يحفظك ويحفظ عيالك ان شاء الله من كل شر، على ما تقوم به الشيء الطيب ان شاء الله في تراث البلاد. جزاك الله خير. شفتوا اللي توني نزلته؟ سفارة الدولة في بانكوك تنبه المواطنين المتواجدين في ولاية بوكيت بعدم دخول البحر لاضطراب الأمواج من 9 إلى 15 أغسطس، وتدعم اتباع تعليمات السلطات المحلية. هذا وين جاي؟ تنبيه للمواطنين المتواجدين في بانكوك من برق الإمارات. يوم بيجيكم شيء هالنمونة سمعا وطاعة. سمعتوا كذي ياكم بوست هالنمونة؟ والله لا تشربون العصير ولا لا تاكلون قبقوب ولا لا تاكلون النقر ولا لا تاكلون من الباعة المتجولين. شو سمعتوا انتو؟ حد منكم سمع؟ حد منكم عرف؟ حد منكم يا خبر ولا علم؟ فالفلسفة اللي ما لهم عنا يعني بلدان اختربت، اقتصاد، ناس ايتام، عوائل تعبانة كانت فاتح بيوتها وتبيع. اتي حين انت او تين انت تصوري والله هذا صبغ، هذا مو بعصير. تين انت تحطين هذا العصير والله هذا صبغ، وتحطين بعد اكل من ثاني، هذا ابوي فوقه في ايران ما حد ياكله. عين نحن ما نشوف ماتوا هاي الاف مؤلفه، اكثر صحه منا واكثر صحه من هالشرق وغرب صحه التايلنديين، ما حد مات منهم ولا حد قطع تكيت ولا حد دخل مستشفيات. صاحين استعشران ينطحون اليدرات ما حدا شد عنهم غير ابليس. شو بعد هذا منكر. قلنا لكم اللي بيتشوفونه جاي من برق الامارات من الحكومه امشوا عليه، اللي ما من الحكومه لا والله لحد يصير على رمسة المتفيجين واللي يدورون يسوون يسمونه من قراطيس. حد يسوي يسمونه من قراطيس؟ ما يستوي. سمونه من الشحوم والحوم ساع الخنان حافظات البضايع. يلا بس عليكم. ولا يقول لك والله انا امتعت. زين امتعت من سمك، من لحم، من فاكهه معينه، من شيء معين امتعت مني يعني خلاص بغطت من كثر ما اكلته. من كثر ما اكلته شو من كثر ما هو زين يعني يقول لك والله فلان ايش رايك في اللحم الضبع؟ والله كذا امتعت منه. يعني معناته يوم يقول لك فلان كذا امتعد من الشيء الفلاني من كثر ما هو جميل وطعمه لذيذ كل ليه مكره الموضوع هذا. حد من العرب يقول لك والله مسوي لك معده من زق سبال، زق سبال اللي هو السوداني، والله ممتعد من زق السبال فضل عنك. يوم اللي زق السبال ما حد يمتعد منه، شانك انت امتعدت من زق السبال، معناك انك انت لا تعرف للأكل ولا تعرف للذوق ولا في الطعم. زق السبال يأكلون قفة
ثنيال ثنيالين ما ياكلون طن، اللي ياكل طن هالي زاق عقله. يلا من اول يا محسن نور، انت بتفهم انا بقول ايه ولا محسن؟ لا ولا كلمه من انت زق السعال ومش عارف انت ولا يعني. ايه زق السعال ايه مش عارف تقول ايه زق السبال السبال ايوه ايه بقى السبال ده؟ السبال اللي هو السوداني فول سوداني فول سوداني صلاح صح 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 ايه. وصلنا الله يحفظكم وين المكان اللي خبرناكم عنه اللي هو فندق قوم محمد الحاي. دخلنا وتوك الحين سيارة تاكسي بننزل بنتغدى، يقولون شيء مطعم هندي في هالبناية يمدحونه يمدحونه غالبا يربح. قلنا هابوي بنحط الكرسي عندك، قالت ما شيء مشكلة هذا فندقهم صاروكم يوم قبل. ها لكن هي ثارة وعاد جايينهم الله يحفظهم ان شاء الله. محمد هو فريج كلهم جزاه الله خير. ابو عبد الله عرفنا على هالمكان مدح لنا المطعم، يقولون زين في الدور الخامس بنسير بنطالع. صلاح يلا ركب. تعبان صلاح؟ ما تعبان. جوعان؟ اي بابا كذاب. هذا ابوي اول ما يتلقى. السلام عليكم. اوكي هير ات وات تايم دي اوبن ات وات تايم كلوز؟ Yeah, it's open at 6 o'clock and open close at 11:30. Open 6 o'clock. تونا يعني الحين أول ناس جايينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من التراث مالهم مال الهنود. يودون حق العمال الأول والله. أحيد نحن نود عليهم صغارية. أي هندي بسيكل هالنمونة. ياخذ هاي كل قويطي في 4-5 نمونات أكل وجبات حق الهنود العمال. هذا في مطعم. هذا اللي تشوفه هذا ها تعطيه فنان مطبخهم هاي تنانيرهم. هلو وي هاف فور بيبل سير سوري وي ار سولد اوت توداي نو تيبل اول ريزرفيشن اند وي هاف برايفت باكيج والله سولد اوت وي ار كومينج فروم فار اواي اي كان انديرستاند سير وي ويل تيك جاست 20 مينيتس وي ويل فينيش 20 مينيتس سير فود تيك يس ذاتس وات وي نيد نوت مور Not we are not we don't need to sit more than 20 minutes. I don't have any tables, sir. Please give us do your best. We are coming. Have a seat, sir. Have a seat. أبوي المطعم فل لين عين. قال أبوي ما شيء مكان عندهم بارتي. حاولنا وياهم لين الشدة. قال أبوي ما شيء مكان. سامحونا. والله يحفظكم. سيروا وين ما جيتوا. ما باليد الحين. تحت نتريا. مثريا منو؟ مثريا تاكسي. فالريسبشن في واحد اردني جزاه الله خير. فكلمنا قلنا نحيا مكان بعيد، وصلنا المطعم قالوا لنا فل، قالوا قالنا هنا فل، لكن نحن بنكلم الاداره اذا بتجلسون ساعه ولا نص ساعه بنقدر نطالع لكم مجال. والله جاب لنا الحين وصلنا لفوق مدير الفندق جزاه الله كل خير. ويوم شاف ويانا صار قال ابدا تم ركبنا لفوق والله. وقربنا في الفندق المطعم وهي اعطونا هالطاوله. قالوا لنا بس عندكم ساعه ساعه ونص. قلت لنا نحن يا ابوكم لا نبى ساعه ونص الاشياء نبى ناكل ابوي ونسير، حتى انزحبت واكلنا في نص ساعه بنسير. قالوا توكلوا على الله ونحلت السالفه. تعرفون شيء طبيعي حرم العرب ما قرود القراد اللي في الدنيا كلها دخلنا على الماي والله دخلونا على سبع المبروك. يان الله يحفظكم الرجال. وطلبنا منه هذا ريبيت ماي اوردر بليز. 1 لام تشوب 1 تشيكن انغار 1 سكندري ران فول بورشن 1 تشيكن كورشن ذات از ا كاري 1 لام برياني فول بورشن 1 تندوري نان 1 بتر نان. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو سو ثانك يو. انتك تو درينك سو ليتر وذ ذا اوردر وذ ذا اوردر ان شاء الله. فيري ويل ايل جست بليس ذا اوردر. ثانك يو ان شاء الله. ها صلاح نمبر 1 مضايق صلاح من لايبادي بحد ايش اللي انا يا الله بتاعنا رب يعني ابوك مره تبعنا هذا ما يشتغل ابوي في هالبلاد هم مغلق صبايدي يا الله عدل عاد هاي الاب بالصلاح زين يلا انت يلا ماشي غسل يلا انقفض حبكت بعد شهر يا سلام وانا بعد غير ها
سلام يا سلام. عبد الحليم. What's your good name? Yeah, Anil. This is Mr. Hanil. Yeah. He is the manager of the hotel. Of the hotel. The name of the hotel? Freezer Suites. Freezer Suite. الفندق اللي جيت فوق عند قوم محمد الحاي. هذا المدير مال الفندق كبرى. هو اللي ظهرنا الحجز في هالمكان الفنان وإن شاء الله إنه بيكون يوز. وهو اللي اختارنا الأكل بعد. قال لنا يوم بتطلبون طلبوا هذا وهذا وهذا. Thank you my brother for everything. Thank you for help us. Thank you. Thank you. صلاح تعرفه الريال؟ ها قول له ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو براذر ثانك يو. احنا الحين ما في المطعم الغالي، كنا بنسير المطعم الغالي اللي قلت لكم نحن ضارين نسير له كم من سنه، 3-4 سنين اسير له اللي قلت لكم ممنوع تدخله بشورت. هذا غير وهذا غير. هذا اتوقع انه الله أعلم، لكن إحساسي يقول أن الأكل بيكون يا متقارب يا أن هذا أحسن. العلم عند الله. أنا الأكل الهندي هاك اللي كلته في المطعم هذا بحياتي ما كنت شراته أكل في جميع المطعم الهندي اللي في الكون إيته. مثل ما تعرفون ما خليت بلاد ما سرت، ما خليت بلاد ما تجرب فيها المطعم الهندي. مثل المطعم اللي جيت من قبل ما كنت. الحين بخبر بيكم حتى اسمع حين بحط لكم اياه. هو لكن ماشي شفت موسيقى وعرض وشو عندهم هب شو يعني موسيقى حيه، لكن هاك اكلهم لا يعلى عليه، لكن وايد غالي. هب غالي بطريقه يعني بطريقه جنوني غالي، يعني ما اتذكر بكم ظهر حيده غالي، يعني مش رخيص او عادي او مثل مطعم تايلندية، يعني غالي مستوى وايد هاي كلاس. وحتى هذا يعني مستوى وايد راقي، اللي يشوف المكان المنطقة اللي نحن فيها ما يعطي الفندق المطعم هذا نفس الحجم ونفس عبق ريحة الهند موجودة في كل زاوية من زوايا المطعم هذا. وايد المطعم أتوقع العلم عند الله أنه يعني راح ينول إعجابي، والعلم عند الله هذا بوافيك بكل المستجدات. صح صلاح؟ يارك الله. لكم الأول في لندن شيء جريدة يسموها جريدة الشرق، الشرق الأوسط أعتقد أو الشرق، هذه ما لها مهرة إلا تسب منه التجار وتسب الحكومات وتسب المليارديرية وتظهر صور عيالهم وبناتهم وحريمهم وخوالهم ويدودهم بأي طريقة من الطرق. عندهم حيل ومليون نوع حيل فيهددون الأسر، بنظهر صور حريمكم وبنسوي إذا ما دفعتوا المبلغ الفلاني. تقولون أنتوا ليش ترمس الرمسة هاي حين؟ وش معنى ليش حين أرمسكم؟ تخيلوا أن اللي في تايلاند يوجد ناس الله يسامحهم إن شاء الله، يعني أنا من ضمن الناس اللي حاطيني على في وجه المدفع، كل يوم ينياب طاري بالشين والسب منه حد من عندنا يدزهم بالبيزة. شوف الغيرة لين وصلت، شوف الحقد إلى أي مرحلة وصل في عند حدم العرب. يفرشون بيزات للوادم اللي في تايلند وغير تايلند، لكن أنا اللي أقصدهم في تايلند، يعني يطرشونهم حوالات من آخر الدنيا، حوالات تزونهم أطرف فلان وقولوا 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 وقولوا، يعني يقولوا ظهروني بالصورة الشينة على أساس أنهم هم الزينين. يعني هل هذا قل عقل قل دين قل فقه قل، يعني ما أدري شو السبب. يعني هذا كله للانفراد بالساحة، بالانفراد بالساحة. يعني أنا عارف أن اللي أنا أطريه أو أطريها تابع اللي يطريني أنا في تايلاند بطريقة مستمرة من أول ما طاح السناب، وسووا علاقة وياه ويحاولون لجل بس يطريني بالشر، لأنه يبون الساحة تفضالهم هم. أبوي أنا أبوي لا علي لا من زيد ولا من البيت، والله ولا افتكر، والله يا أبوكم أرمس من رأس خالي ما يبالي، والله ولا بني أنا جاي حين أدلل على البلدان. أنا أبوي يوم أسير مكان أسير دعوة رسمية يوم أشرح عن بلاد ولا شيات، ما أسير لمني والطريق سيرتي اليابان أمس دعوة رسمية من الحكومة، علم وخبر واستقبال وكله صورناه، كاشوفي يا عيشوفي
ويجيتي ثالث يجيت روحي يعني إن بيظهر حد بيرس يهذرني يعني هذا بينقص من قيمتي لا والله بالعكس هذا بيعطيني إذا شهرة أكثر بيسوي لي صيت وسمعة واللي وادم تعرف فلان كان عدل ولا مايل والسماء ما تتغطى تتغطب من خل ها صلاح صح شو رأيك يا رك الله يا صلاح مشكلة ما كنت أتوقع إنه هو أو هي اللي وراء الموضوع هذا اتضح إنه هو أو هي اللي يعني ترومين أو تروم تبذل مبالغ هالكثر بس بين يوم وترك طروه الفلان الفلاني هذا اهذروه قولوا عن تمصميص العظام وغير تمصميص العظام شو هذا هاي همسي بالله عليك منو ما يمصمص العظام العظام اللي بعد اللي ما يمصمص عظام هذا ما يعرف الا الله العظيم همصيب هذه انا وكل امري لله فيهم وغيرهم هذا اللام تشوف هذا اللون تشوب ماله زين هذا ما ادري شو لانجار شيء انجار ما ادري شو نسيت عاد فترنان كندورينان تشيكن كوتشن وات ذا نيم فور ذس وان ذس از تشيكن انجار تشيكن انجار او تشيكن كوتشن كاري ذس از تشيكن كور كاري What did they call this? Secondary round. Secondary round. هذا Lego plan. هذا ورش يسمونه secondary. مشواي بالفرن ويقطعونه يحطونه يردونه على ورشه ويشون لك إياه عطول إياه. هذا عادة one of the best عندهم. كلنا نصيح ونحن جايين عانين عسب هذا. هذا secondary. Lamb biryani. This is you'll open it now. Yes, yes. Lamb biryani. You will open it. This is in India called dum preparation. It's a dum biryani. Yes, yes. Dum biryani. Dum means covered method of cooking. Uh-huh. That's for India. They call dum, and it is very high rich in the flavor. You have to mix it. With all the masala spices will be downside. بس هنا same bread one more bread اسمي اللي ما تذكر في هالمطعم لا ياكل مشكور مشكور يا محمد الحاي مشكور يا محمد الحاي على نعتك لنا هالمكان الفنان الله العظيم يا محمد الحاين نسأله أقول له ليش الأكل متميز في المطعم Why is different the taste food here India is known for curries kebabs across the country right from north to south so 29 states 29 types of cuisines this restaurant we specialize only in one cuisine that is the northwest frontier style of making kebabs kebabs can be made many styles but we serve only one style of kebabs uh-huh. and then we serve the best biryani which comes from dampuk which is from lucknow the mughlai capital of uh-huh. india what about the leg what we eat the lamb chops no the big one the ran the uh-huh. full leg of lamb yes it's baked in the tandoor uh-huh. it's first marinated overnight in various stocks overnight and uh-huh. then slow cooked two times over in the charcoal oven which is a clay oven slow fire that's why very tasty yes, it is tasty very good tasty. And not fibrous subhanallah just melts in your mouth yeah wallah even the biryani it's the, juicy the lamb will just fall off the meat hey wallah of the bone استغربت من اكلهم شركت الدنيا وغرب غربها هالنمونه ما تطعمت اكل هندي اكل هندي يمكن انه يوم سألت قال لأن نحن أكلنا من منطقة واحدة المطاعم الثانية الهندية مليون نوع أكل هندي عندهم لكن هم بالذات عندهم أكل هندي من مدينة معينة قالها والله ما أعرف التشي لكن تسمعتوها يعني شيء غريب عجيب أكلهم بالأخص هذا الورج يعني اللي حطوه واللام شوكس البرياني شو 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 أقولكم شيء مهول شيء لا صار ولا استوى بحب احط لكم الكرت
بي بانكوك ما بي هالمطعم الهندي عبارة كأنه حياته ما أكل أكل هندي، أكل كلهم هاي مال المدينة تمليهم حطوا خبروني عنه، يعني شيء خيال. المفروض يكون يزوى مش أقل عن 3 أنفار، حق الأمون يطلبون ورج كامل، ورج أظن يبون على دفعتين، حد يروم يطلب ورج حد نص ورج، والورج كله كله يعني يسد نفرين، يعني يلا 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 يسدهم، لذلك يضطرون يطلبون شيء ثاني. اللي بي أنا مثلا طلبنا بعد دياي بعد مغير، لكن اللي خبرتكم أنا أكلهم طعم غريب حياتي ما طعمت هالنمونة أكل. فنداء نداء ورجاء، نداء ورجاء وثناء. اللي بيجي هالبلاد ويحب لك الهنود لا بد من يربى يدون في لندن، هذا بارت أوف إنديا وما أدري وين ما خليه. وهذا اللي أمس اللي مخبرني عبد الله المطروشي أنا، هذاك بعد وايد زين، لكن هذاك مدينة ثانية، هذاك عندهم باترنان وما باترنان ودال مكني والأكل هالمتعارف عليه، لكن المطعم هذا ما عنده هالأشياء أبدا، عندهم بس أكلهم مال المدينة هذه، وما دخلوا عليه أي شيء دخيل، فلذلك الطبات محدودة اللي عندهم، يمكن 10 أطباق أو 20 طبق، بالرغم أن المطبخ الهندي فيه آلاف الأطباق، فما تلقى مطعم حيدر أبادي برياني ما أدري شو مدري برياني ولا لا لا برياني ولا لا لا برياني ولا لا هيب صراحة فضحتنا للأدب. بعد بس يعني هالمطعم شيء لا صار ولا استوى، والله لا لي فيه لا ناقة ولا جمل، لا يخصني فيهم لا نجريب ولا بعيد، لكن قميضة ان اللي هالبلاد ما يطعم من هالمطعم ضروري على كل حال. هين انت شفتوا اول ما يينا والله انا راغونا روق ضحي ضحي شيبان يا غير الحمد لله يوم الله رايد لنا نيربه. شوفوا لا اله الا الله المسجات من شرق وغرب هاللي يتحروني، انا كلت اللي عند هذا ابوي لا في الدنيا كلها ما خليت مطعم حتى في بون مطاعم الهندية ميربنها في استراليا في 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 كل بقعة في كل بقعة في امريكا في كل مكان هالنمونة ما جربت ولا طعمت. يقولوا لي جرب المطعم ما بجا اخير عن شيء اكل ماشي الا كان في الجنة، ولا غير عن هالنمونة اكل اخير ماشي في الجنة يمكن، ولا في الدنيا ما ظني في الدنيا ما ظني شيء اكل اجود وانطع، ما بالاجود اجود وانطع وانظف والد واخير ويعني شو بقولكم شيء لا صار ولا استوى. والله يا كل حبه في البرياني كل حبه من العيش تضارب ويرجع متناقمات التحرى بينهن مال ما جسم بين الحبه وخده في العيش. شو اقولكم امور على فكره يا بولنا الحلاوه 3 نمونات، كلها جامبو كلها بجامو وكل في وهذا في ثالث ما ادري شو، والرابع اللي هو البان البان ما بالبان هذا اللي ياكلونه يتفلون، لا هذا مجموعه اعشاب خلطه داخل وتطلبيه مخسويت على وايد حلو لكن لذيذ. فاتوره طلعت الله يحفظكم ما يقارب 6,632، يعني يقول 6,500 مال بانكوك، يعني تقريبا 700 درهم، 700 درهم عشان اليوم، لكن عشان اليوم لو في أي بلد ثاني ما يسده 2,500، مستحيل يسد لنا 2,500 الأشياء اللي طلبناها، طلبنا أكل مال يعني مش أقل عن 7 أنفار، الأكل اللي طلبناه ما 7 وادم. والحلاوة والمياهة والعبالة وخدمة رقم واحد، فعلى شر والبلاء جزاهم الله خير. شوف السعر مناسب وزين وبتناول الجميع، يعني للي يبقى يأكل شيء زين أو شيء مميز، يعني ما بمارتي كل يوم، هذا في الشهرين 3 هي ودي وحدي، يعني أنا ضاري أحب الأكل مال بعض المتجولين أو المطاعم التايلندية أو يعني هل أحبه، يعني كم مطعم مثل هذا هندي
اصلا ما تروم تيجي كل يوم ولا في الاسبوع ودي اسبوعين ودي ما تروم. الاكل هذا يعني روحه يباله يعني اليوم اللي كلناه هذا يعني يمكن على الاقل بيزيدني وزن يمكن كيلو وين مش اقل يعني. لكن دسم محترم عن شيء عيشه محترمه هذه اللهم لك الحمد. هذا البان هلو هذا طريقه البان كل من اعشاب تشوفونه كل من اعشاب حب وجوز الطيب وحلوة وناريل وما أدري شو وما أدري شو قناد يعني من كل شيء. لو في كل مكان في البلاد منعوه ممنوع حينه لأن نحن أظن هاك اللي يبونه عندنا هذا فيه شيء ممنوع بيكون يفر الراس لو شيء. جينا هني نحن ها 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 يلا شوي 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 يلا شوي شوي زيضك منك عاد ضك سير منك تنافخ يلا هذا خلي عطيه ها سويل شير يلا يلا تو يلا قبض الكرسي زين ها يلا باي باي صلاح باي باي حبيبي يلا باي باي يلا باي باي انت تتابعيني صدق؟ متى؟ قبل شوية اقول لك هايك منو؟ صلاح حالك خير هايك ريمان مريومة السلام عليك يا ربي يا حان بيكون والله شوف اقولكم يعني تو اقتراح ما ادري من وعد الرجال ولا حرمه او ان ما دام محسن موجود في هالبلاد خله يدور له فكره شيء ويسوي له يفتح له باب رزق يصير يترزق الله هناك في بلاده لكن تكون الفكره ماخوذه من تايلاند ويوديها مصر والله بيرزقه. يوم خبرته شو تتخيلون؟ قال يبا شو بقول؟ قلت ايه؟ بس الناس فهمت شو 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 شو, شو بغيت تاخذ انت؟ الناس كلها عرفوا انت شو تبغي تاخذ؟ ما يحتاج. قد ايه؟ يا سلام. مارو ما اقول. قلت لك ايه؟ او انه بياخذ منه كميه بيصير يبيع هناك في الصيدليه ترى هو يشتغل صيدلي. صيدلي بدون رخصه. يصير حق الشواب يدقهم ابار يجيس حراره يعطي ضغط ياخذ سكر بدون رخصه. فهو يقول والله بتيجي ناس كثيره تسال عاوزين لا 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 فايه رايك يا ابو محمد تديني راس مال اخذ منه وافتح لي شويه باب رزق هناك يا عيني شفتوا ذيل الكلب تقاقه ديلا مش تقاقه تقاقه ذيل الكلب حطوه في قالب 20 سنه ما اعتدل هذا بيعتدل الله اكبر عليك يا تجارة يا أقول يا تجارة يا تجارة الفلس ولا أبيع تبيع شيء ممنوع يا ويلك مش ممنوع هذا عندنا الله مشكلة. اتصل بإبراهيم جمعة طرش لي مسج يا الله يا الله يرمس يا ربي يا أبو محمد نزلت صورتي هاي اللي أنا بطني ظاهر هو حيو والله ما ادري شو ده اهو اسمع نانا هي نانا دي نانا ترى هي مش في البيت
النظام. كلكم اللي كانوا المساكن تطريق كان اللي يبيع زق السبال يقول حار توا ما برد، يسمونه رباع الحلو، يحط على راسه ريشه ويحوط من ديره لين زعبيل يبيع زق السبال ويغني عاد حار توا ما برد فوق الشبريه يتجلب توا ياي من لندن حار توا ما برد. يظهر العالم عاد من بيوته ومن عرشانها من صنادجها من شعبيتها من اللي هو كلهم يشتروا من عند رباع الحلو. ايه توا حين جايين الاسم صححوا لي. تعرف السكه يا محسن؟ قال لك ايه؟ يا راجل تايلاندي. ايه تايلاندي مش برنامج. ما انت شكلك اوريدي تايلاندي محسن. التواصل الاجتماعي شيء رهيب، من تسأل عن شيء سيدي ياكل خبر. ايه رباع الحلو. ايه والله سنين اعرف الاسم بغير ما سن. شفت اللايم؟ اه شايف الخروب والدخول. تبغى تحاول كب؟ اي الكب. شوف كلهم محسن كلهم رك. اي حاجة ترتيب تمشي. لو عندك انتم ولا ما بيت في سنة ثلاث متوهات بعد كده لو واقفين في التجديد لو واقفين في الدور كده هيقعدوا ثلاث متوهات عشان يركبوا. انت على اساس تتكلم عربي انت دلوقتي؟ انجليزي طبعا تعرف كلام فرنساوي. قبل لا تتبصروا بصوروا كان ما خبرتوني انت منو؟ عبد الله من دبي. وانت؟ وين صرت من نافي؟ تعال خير. وانت منو؟ عطنا لوز يا ساكنين في الفندق. زين سيروا شيء كم؟ غايته توعي ياكم خبروني. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسلم. شوفوا سيروا الفندق سيروا الفندق. انا طرشت غرفتي 172 ما يعني شيء. ما شاء الله. هل بنيه منو؟ هل بنيه فاطمه؟ ما شاء الله هي تجنن على الله يحفظها. ما شاء الله عليها. وعيالكم كلهم فنانين. اسهل وسيله تنقل. مناوري حق محسن دوك علي. مناوري حق محسن تذكرني ذا. نو بروبلم من هذا فكري فكري 50 أو 50 نو بروبلم. اوكي مناوري حق محسن. ترى تمشى ونزل من القطار لين الحين ها في الاسواق هالليليه نطمش ما بلا تاخر. فضايع في منتهى الروعه اشياء غاوي وتضحك وتشوف الناس ما بلا تشتري انت تفرج وانت تمشي. هذا بالنسبه للي يقولونه وين اسباق يونايتد عرب اميريتس ابو دبي دبي شارجه القيوين لاس الخيم الفتيره ايمان لا احد يزعل ما في شيء. ايوه اللي يقولون هذا اللي يقولون وين الصبغ صبغ 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 عمود الصبغ وين وين الصبغ توني دردعت لي غرش ولن شكر ريج وحين لازم خطرك بس. ايوه هادو. وين الصبغ؟ احنا الصبغ ما ندري من وين. هل تقولون عنها؟ هذه الخبز. كنا حطب. هذه يقول صبغ رمان، عصير برتقال صبغ، عصير السنطره صبغ، عصير اللومي صبغ، عصير الصيبه وين؟ عصير اليزار صبغ. وين الصبغ؟ رمان بعد لونه حمر. بعد رمان. ردي صفي لك اياه زين ما زين ها. ما ندري الصبغ وين؟ هل تقولون عنه؟ يريد تشسدون على سلع العرب الصبغ وين؟ نحن ما ندري بها
هذا توه معصب الحين لنك توه معصب جبناكم وين الصبغ نحن ما نشوف فيه صبغ وين الصبغ نفس الشيء عجبه عجب واحد انسان فقير حنا مونه يترزق الله تقول تشستون عليه سامانه تقول صبغ وسقم وما ادري شو يا ويلك من الله كم في مكة حين كم آدمي خطف ولا اشترى هذا كله في رقبتك او في رقبتك شنتي اللي مظهره الدعايه تقولي في تايلاند رمانهم صبغ وافنديهم صبغ ولومي خبرهم صبغ واصب السكر مالهم ما ادري شو بلا كم تشلين انت من حوبات العرف فوق رقبتك وانت بعد كم بطالع كم بتطمش كم بتتفرج كم بطالع قال لك الحمى خلص عيال يا الله الله يا محسن يلا يا محسن محسن شو الاخبار تمام مية مية ولا فتك معي اسمه ايه كم طلبه حق طلبه ما شيء صح البطنه ما عليك نو 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 ذس از فور يو ولا ما باله هاو ماتش هاو ماتش ذيس 1 مينيت نو ذس 50 اه ايه اوكي يلا ما في باله قبط في بطن انت؟ لا أنا ليش؟ شفها أنا عالبنش